يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. السلام عليكم، اش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ولا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم تلقاكم كامل حبوبات بصحه جيده في احسن الاحوال، فرحانات مطمئنات. عاشوراء مبارك البنات، ان شاء الله تنعاد علينا وعليكم بالصحه لهنا ان شاء الله يا رب. لا قبل العام الجاي نكونوا كامل ملمومين مجمولين، لا فاقدين ولا مفقودين. مرحبا بكم حبوبات في فيديو جديد، وهذا الفيديو راح نبارطاجيها معكم. كانت ليله البارح يعني نهار العشاء تاع عاشوراء، دونك راح نبارطاجي معكم كلش. نقول لكم ما تزابيوش لا فيديو، تبعوها للاخير. وقبل ما نبداوها نقول لكم ما تنساونيش بهذيك الجيم والكومونتير الحلو كيما نتوما. وانا حبوبات راح نبارطاجي معكم نهاري من الصباح. كانت لهنا شويه 8 هكاك غربع، دونك كنت نط شويه بكري، تقهويت، درت شويه هكا مع الدار. من بعديكا جيت لهنا قلت نسبق بالحاجه الحلوه للسهره، نحيها من الطريق قبل يعني ما تدور لي الشمس للكوزينه، باسكو في النهار تكون شويه بارده، العشيه البنات تدور عليها الشمس، وش نقول لكم الوقفه ما تقدروش توقفوا فيها. سبقت اول حاجه البنات بالكري، واش راح نبارطاجيه معكم. هذه الوصفه بزاف هايله، واش نقول لكم يا البنات، يجي واش مورق يتفتت وحده، هايله هايله. نقول لكم تقدروا ديروها لجميع انواع الكريوش يعني بشتى انواعه. دونك واش درت فيها؟ درت 4 كيلات نتاع فارينات، كيلو باي كيلة عندكم. كما تشوفوا انا كيلت بهذا الغامكه، راح ندير حبيبات فقط. درت معها كيلة نتاع السمن كما راكم تشوفوا. بالنسبه للسمن البنات يكون غامولي يعني بحراره الغرفه. درت مغرف صغيره نتاع خميره كيميائيه، ربع مغرف نتاع ملح، زوج مغارف نتاع لافاني، درت مغرف نتاع زيت، ومغرف نتاع خل. وراح نبدا نبسس في العجينه تاعي، ندخل كامل هذاك السمن في الفرينه حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس بهذا الشكل. من بعديكا راح نبدا نلم في العجينه تاعي بخليط بين الماء ومزهر كما راكم تشوفوا. درت نفس الكيله اللي كيلت بها السمن، خليط بين الماء ومزهر، ضفتها كامل يا البنات. من بعديكا راح نزيد ربع كيله نتاع مزهر، يعني هاد العجينه لازم تجي طريه وتتلاصق في اليد هكا البنات، باش من بعديكا كي نحلوها بنشا راح تزيد تنشف ويعني تجينا سوا سوا. ضفت هذيك ربع كيله نتاع مزهر، لميت العجينه تاعي، راح نحطها هنا فوق لو بلون دو طرافاي ونعجنها غير شويه حوالي هكاك 5 دقائق حتى نتحصلوا على هذاك السطح الاملس في العجينه تاعنا. من بعديكا راح نقطعها على زوج كويرات، نغلفها بالفيلم انيمونتير مليح ونخليها ترتاح. بالنسبه لهذه العجينه البنات تاع الكريوش باه يجيكم مليح ويجيكم مقرمش وفيتي، لازم تخليوها ترتاح يعني بالاقل ساعتين، ولا خليتوها اكثر راح تكون احسن واحسن. تقدروا يعني ديروها في الليل وتخدموها صباح، ولا ديروها صباح وتخدموها العشيه، يعني راح تعطيكم الطوع وراح تعطيكم نتيجه من اروع ما يكون. لميت لاباط نتاعي كما راكم تشوفوا، رجعتها في هذيك الغيسيبيون، غطيت عليها حطيتها بجيه، وجيت لهنا البنات راح نبسس المقروض. دونك راح ندير مقروض المقله، راح نعطيكم واحد الوصفه يا البنات يجي مرمل ايدو في الفم ومستحيل يعني تفتح معكم في المقله. دونك واش درت فيه؟ درت 4 كيلات نتاع سميد، سميد يكون متوسط ومن المستحسن يكون ذو نوعيه جيده. انا كنت استعملت البركه، ضفت نص مغرف نتاع ملح، وضفت زوج مغارف كبار نتاع سكر، ومغرف كبيره نتاع فارينه. من بعديكا جبت لهنا الكيله نتاعي تاع السمن ناقص صبع، وفيضتها بالزيت كيما راكم تشوفوا. ضيفوا الزيت حتى يعني يسيح من الكيله نتاعكم. وراح نبدا نبسس بالمقروض نتاعي عادي كيما نبسو المقروض نتاع الكوشه. نبدا نحك فيها كما بين يديا حوالي كربع ساعه حتى ل 20 دقيقه، حتى نشوفوا يعني السميد نتاعكم كيما نقولوا بالعاميه سيب الحليب نتاعو. من بعديكا راح تشمخوه بالكيله نتاع المزهر والماء يا البنات. هي من المستحسن تخليوه يقعد شويه في البسوس نتاعو يعني يشربوا واحد ساعتين 3 سوايع، من بعديكا تشمخوه. مي انا كنت مزروبه شمخته مباشره ويعني جا بزاف هايل. دونك كيما كنتوا تشوفوا حبيباتي، هذيك الكيله اللي كنت كيلت بها سمن درتها خليط بالماء ومزهر، ضفتها السميد نتاعي، وضفت المكون اللي راح يخلي المقروض نتاعكم متماسك ومستحيل تفتح في المقله، واللي هو بياض بيضاء. بالنسبه لهنا البنات الكيله نتاع الماء كي ضفتها جاني السميد نتاعي شرب هذيك الكيله كامل، دونك زدت له نص كيله نتاع مزهر. وكما راكم تشوفوا يعني العجينه تاعي راهي مطلوقه بالبزاف، راح نغطي عليها نخليها ترتاح واحد النص ساعه حتى لساعه تتشرب كامل هذوك السوائل، و
وراح نرجع لها. دونك رحت لهنا البنات وجدت لافارس. بالنسبه للافارس عندي لهنا كميه من اللوز حوالي 3 كيلات نتاع لوز، ضفت عليهم نص كيله نتاع سكر ورشه نتاع قرفه فقط يا البنات، وبليتهم بالبياض البيض، يعني لميت اللوز نتاعي ببياض البيض حتى تشكلت لي، يعني نقدر نشكلو البنات حربوش بهذه الطريقه. انا درت حوالي 300 غرام تاع لوز، رحيتهم البنات يعني داولي زوج بياض بيض. كيما قلت لكم شكلتهم هكا دي بوده ولا حرابش صغار، وراح مباشره نبدا نشكل في المقروض نتاعي. شوفوا لاباط كيف ما شربت وتشكلوها بكل سهوله. دونك هنا درت حربوش، من بعديك درت فيه فتحه هكا في النص، وراح نحط لافارس نتاعي. بالنسبه لافارس يعني تقدروا ديروها بالغرس عادي، الغرس كيما نديروا المقروض نتاع الكوشه. دونك من بعد ما حطيت لافارس راح نغلق عليها ونبدا نشكل في الحربوش نتاعي. بالنسبه لهنا للحجم نتاع المقروض نتوما اللي تحكموا فيه، اللي تحبوا مقير صغيرون راح ديروا صغيرون، واللي تحبوا كبير راح ديروه كبير. الصح كامل كيف نقولوا في العجينه تاعو كي تجي مبسه راح يجي من اروع ما يكون، وصدقوني يا البنات يعني هذا المقروض ناجح 100%. نقول لكم ديروه على ضمانتي، والحاجه اللي فيه مليحه البنات انكم يعني في ساعه وانتم ما وجدتوه سرتوه لعجاكم هكا ضيفه غراده في وقفه فقط وانتم يعني وجدتوه. دونك كيما راكم تشوفوا حكمت الحربوش تاعي، قطعت الحبات نتاعي تاع المقروض بلا كوبات البنات، حكمت لميت هذوك الجوانب اللي منه. من بعديك بديت نهز في الحبات نتاعي تاع المقروض. هنا البنات يعني باش تجيكم هذيك لا فورم بومبي من الفوق، تحكموا الحبه تاعكم تاع المقروض تثنيوها هكا ولا تدوروها فوق لو بلون دو طرافاي تاعكم. من بعديك بالكوبات ولا بالموس تعاودوا تلموا هذوك الجوانب تاعها في ربعه، وراح يعني يجيكم الشكل تاعها بزاف هايل. من بعد ما كملت شكلت المقروض تاعي حطيته في الثلاجه البنات، وجيت لهنا قلت نكمل فرد خطره نشكل القريوش هكا باش كي نحط المقله نقلي راح نقلي ضربه مره، يعني ما نقعدش نلعب نقلي المقروض ونطفي من بعد كنزيد نعاود نشعل ونقلي القريوش. هيا قلت نشكلهم كامل مع بعضهم من بعديك نبدا نقلي. دونك كيما راكم تشوفوا حكمت لاباط نتاعي رشيتها مليح بالمايزينا، يعني هذا هو السر باه يجيكم القريوش نتاعكم مورق. دونك راح ترشوها مليح بالمايزينا وتبداو تحلو فيها وتثنيوها كيما نديرو البنات لاباط فيتي. دونك لو تور الاول راح تثنيوها على ثلاثه وتحلوها، وهنا لو تور دوزيام، واشاك فوا البنات ديروا يعني المايزينا في العجينه تاعكم. قلت لكم هذا هو السر باه تكون يعني مورقه. من بعد ما ثنيتها للمره الثانيه راح دركا نبدا نحل فيها ونشكل يعني القريوش تاعي مباشره. كيما راكم يعني تلاحظوا البنات شوفوا العجينه هايله عطاتني الطوع. كيما قلت لكم كي تكون طريه وتزيدوا تفتحوها بالمايزينا يعني هذيك حتشرب كامل هذيك المايزينا وتجيكم سوا سوا. دونك من بعد ما حليتها كيما قلت لكم لازم تحلوها رقيقه حتى لو بلون طرافاي تاعكم يعود يبان. من بعديك جبت لهنا البنات كارطون كنت غلفته بالبابي الومنيوم، بالنسبه للطول تاعو درتو 19 سنتيمتر، وبالنسبه للعرض كنت درتو 13 سنتيمتر. يعني الحبه تاعكم تجيكم سوا سوا، تجيكم يعني متحوفه ما كبيره ياسر وما تجيكم صغيره. راح نبدا يعني نشكل في المستطيلات نتاعي بالجراره بهذا الشكل. دونك هنا حبوبات من بعد ما كملت وجدت المستطيلات نتاعي راح نبدا نشكل في الحبات نتاعي تاع الكريبوش. دونك راح نحكم لهنا بالمستطيل ونبدا نقطع في هذه الاشرطه. بالنسبه للاشرطه البنات هنا كنت درت حوالي هكاكا 14 انشاريط، راح تخليه حوالي نصف سنتيمتر من الفوق ونصف سنتيمتر من التحت هكا باش الاشرطه نتاعكم من بعد ما تتقطعش. ونبداو نثنيو في العجينه. دونك راح نثنيها على زوز ونحاول نضغط على الاطراف باش هكا يلصقوا مليح. من المستحسن انكم ديروا بياض البيض، انا البنات حبات كانوا تفتحوا لي. من بعد ما ثنيتها على زوز راح نثنيها على ربعة ونزيد نثنيها على ستة، نتمنى يعني الشكل راهو واضح. نضغط مليح على الاطراف، من بعديك راح نحاول نجبد النص يا البنات وندخل العجينه من تحت ونخرجها من الفوق كما راهو موضح في الصوره. يعني هذا الشكل بنات عبالي كامل تعرفوه وما هوش جديد، يعني عنده سنوات من اللي خرج. من بعد ما شكلت الحبه نتاعي نحاول ننفضها هكا باش يتفتحوا هذوك الاشرطه، نضغط على هذوك الاطراف. من بعديك راح نقص منهم باسكو يجيو شويه خشان. وهاي لكم حبه القريوش نتاعي راح نحطها بجيه ونزيد نشكل معكم وحده اخرى. كما قلت لكم ندير الاشرطه حوالي هكاكا 14 شريط، حاولوا تبعدوا واحد نصف سنتيمتر ما بيناتهم. من بعد ما شكلتهم راح نثني على زوز نزيد على ربعه ونزيد على سته كما راكم تشوفوا.
ديما البنات تضغطوا على الجوانب ولا ديروا بياض بيض باش هكا ما تفتحش. نحاول نحوس على النصف هكاك برك البنات، يعني تحاولوا ديروهم على النصف، دخلوا العجينه تاعكم لتحت وتخرجوها من الفوق، وهاي لكم الحبه من بعد ما شكلتها نضغط على الاطراف، من بعد راح نقص منهم، وهكا الحبه نتاعي راهي واجده. انا راح نكمل نشكلهم كامل بنفس الطريقه، ونروحوا نبداو نقليو المقروض نتاعنا والقريوش مع بعض. دونك حطيت لهنا البنات كاسرونه، حطيت فيها كميه من الزيت، يعني كي تعودوا حتى تقليو القريوش ولا المقروض ما تقليوهش في المقليه البنات، حاولوا ديروا حاجه اللي تكون غارقه باش كي تحطوا الحبه تاعكم راح تغطس في الزيت. شوفوا هنا البنات ما حركتوش تماما، خليته حتى تهز وحده في الزيت، وهاوليكم شوفوا كيف ما هجا فايتي، يعني هذوك الشرائط كامل تفتحوا من بعضهم. راح نحيه مباشرة من المقلة ونحطه في العسل اللي يكون دافي البنات، ما ضفت له حتى إضافات. هنا فقط البنات بالنسبة لطريقة الطهي، راح تحطوا الزيت نتاعكم حتى يسخن مليح على درجة حرارة تكون مرتفعة، من بعدك راح تنقصوا له النار وتخليه حوالي هكاك 10 دقائق، من بعدك تبداو تقليو في الحبات نتاعكم عادي. من بعد ما كملت تقليت القريوش هنا البنات، زدت تقليت المقروض نتاعي. نصيحة فقط البنات لهنا، كي تحطوا تقليو المقروض نتاعكم كي تحطوا الحبات ما تقيسوهمش خلاه يا البنات، يعني ما تحركوه ما تمسوه، خليوه حوالي هكاكا 10 دقائق ربع ساعة باه تشوفوه. يعني انا ما حركتوش خلاص حتى لقيت الحبات نتاعي طابوا وحمروا بهذه الطريقة، راح نحيهم حتى هما مباشرة، نحطهم في العسل اللي يكون دافي حتى هو، نخليهم واحد ربع ساعة هكاكا في العسل حتى يتشربوا مليح، من بعدك راح نحطهم يسقطروا. وهكا البنات حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. وانا حبيبتي من بعد ما كملت قليتهم حطيتهم بجيه، من بعد كا سخنت الغداء، غديت وليداتي، هزيت الكوزينه تاعي، لميت كامل هذوك المعينات، غسلتهم نقيتها تخي تخي بيان، من بعد كا رحت درت لاسيست تاعي، رقدت نط شويه هذيك 4:30 تاع العشيه، دخلت مباشرة للكوزينة نوجد في العشاء تاع عاشوراء. وانا مضارية يعني في العواشر البنات ندير شخشوخة فطير ولا شخشوخة تطفر ولا تليتلي، ايا اليوم نفحت لي على الكسكسي مرقة بيضاء. دونك عندي ياسر ما كليتوش من نهار كليتو زوز مجوخ في العيد عند زوجتي، من تم ما زدتش يعني طيبتو، ايا اليوم نفحت لي عليه. وشو نقول لكم يا البنات، جا تقول شي عليه تاع العراس، جاي شهي شهيتكم كامل في الجنة. دونك واش كنت درت فيه، في لاكوكوط نتاعي حطيت مغرف نتاع السمن خليته حتى دابت، من بعديكا ضفت الطروفة تاعي نتاع اللحم، انا كنت درت الكرومة البنات، وحكمت زوج ريوس نتاع بصل يكونوا يعني متوسطين، رحيتهم مع حبة نتاع لفت ولا تاع خردل كيما يقولوا له في بعض المناطق، رحيتهم تخي تخي بيان. ضفت هذاك البصل على اللحم نتاعي، تبلت ملح فلفل كحل، درت شوية نتاع كسبر يكون صافي البنات ماشي راس حانوت، كسبر اذا ما عندكمش ما ديروش، شوية برك نتاع كركم على اللون، ودرت يعني عود تاع قرفة طريف طريف صغيرون برك باسكو يعني القدرة تاعي راهي صغيرونة، وخليتها تتقلى على نار هادية حتى داب كامل هذاك البصل. هنا راح نضيف الحميصة نتاعي، نمرق بالماء سخون ونغلق، نخليها حتى يعني اللحم تاعي يدخلو طياب. من جهة أخرى كنت نقيت الخضرة تاعي حطيتها في الماء، نقيت السلطة، قشرت الخيار، حطيت الفلفل تاعي يتقلى كيف كيف، زدت حطيت التاي تاعي طيب، وتانا واقفة واقفة أيما لا ندير كلش مع بعضها، ما نقعدش نستنى بالحاجة. من بعدك رجعت لهنا للكسكسي تاعي، ديت الكمية تاع الكسكسي. بالنسبة للكسكسي البنات انا تاعي المفتول في الدار يعني ماهوش المشري، اديته غسلته مباشرة تحت العين في الكسكاس، يعني هذه الطريقة احسن منه انه تحطوه في الجفنة وتكبو عليه الماء، تحطوه هكا في الكسكاس تشلوه مليح، من بعدك تروحوا يعني تفرغوه في القصعة نتاعكم، شللتو تخي تخي بيان، من بعدك جبتو لهنا للقصعة راح نفرغو، ندير له شويه نتاع ملح وزيت، نحلو مليح ونخليه ينشف حوالي هكاك 10 دقائق، من بعدك راح نحطو نفورو الطفيره الاولى. نحب هكا البنات نعطيكم كلش بالتفصيل سيرتو يعني للمبتدئات، نقول هكا باش كي يتفرجوا لا فيديو راح يستفادوا منه. وخليو لي نتوما في التعليقات البنات واش درتو يعني عشاء عاشوراء، كل وحده تخلي لي في التعليق واش طيبتو، وان شاء الله تكون عواشر مبروكه ان شاء الله، والعقوبه العام الجاي نكونوا كامل ملمومين. كيما راكم تشوفوا البنات حليت الكسكسي نتاعي، من بعد ما نشف لهنا جبت الكسكاس نتاعي، راح نحط لهنا كميه من الكسكسي، وراح نعطيكم هذا لاستيس البنات تفوروا الكسكسي تاعكم يعني بقرن تاع حار، وشو نقول لكم يجي بزاف هايلو، راح يعطيه واحد الطعمه ما شاء الله. حطيت الكسكسي فور، هنا اللحم تاعي ديجا البنات ما عنده ما بقالو ويطيب، دونك لحت الخضره تاعي زدت غلقت عليها وحوالي هكا 10 دقائق ولا ربع ساعه، وطكنت لاصوص تاعي واجده. هنا الكسكسي من بعد ما فار راح نحيه نبخه بشويه نتاع ماء،
هاوليكم شوفوا القرن تاع الحار كيف ما طاب، راح نحيه لهنا كما قلت لكم، راح يعطيكم واحد النكهه ما شاء الله. كاين البنات اللي يعني يدير كموسه هكا فيها شويه نتاع فلفل الكحل ويفورها مع الكسكسي تاعو، ثاني راح تجي واحد البنه ولا اروع. هنا البنات رشيت الكسكسي تاعي وراح نزيد نقلبو يفور للمره الثانيه. من بعد ما فار للمره الثانيه كنت نحيته ورجعته للجفنه البنات، درت له مور كبيره تاع مارغارين دخلتها فيه وهكا كنت هنيت من الكسكسي. رجعت لهذيك لاصوص كانت طابت تلبات الله الله، طفيت عليها وجيت لهنا بديت نوجد في الطابله تاعي. كيما راكم تشوفوا حطيت لي سادو طابل المغارف في الفراش الكيسان، هاي لكم سلطه من بعد ما وجدتها في الصحن. زدت حطيت الديسير تاعي والفلفل اللي كنت قليته، هاوليكم وهاوليكم الكسكسي يا البنات. شوفوا كيف مهجة، جاي شهي شهيتكم كامل في الجنة، جا بنين عسل. واش نقول لكم يا البنات، كان هذا هو يعني عشانا. الحمد لله على النعمة اللي عطاها لنا ربي، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال والعقوبة إن شاء الله للعام الجاي. إن شاء الله نكونوا كامل ملمومين مجمولين، لا فاقدين ولا مفقودين. تعشينا البنات كيما راكم تشوفوا. من بعديك هزيت هذيك الطابلة، فرست الكوزينة، غسلت هذوك المعنات، رجعت كل حاجة لبلاصتها. من بعديك رحت وجدت لهم لهنا الطاولة تاع السهرة، دونك كيما راكم تشوفوا بسيطة جدا، غير بهذاك البريق تاع الداي وهذاك المقروط والكريوش اللي كنت وجدتهم. وهكا فوتنا ليلة عاشوراء. وهنا حبيباتي نكون وصلت نهاية الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى انها كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى انها نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساونيش بهذاك الجام والكومنت الحلو كيما نتوما. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظيه، وسنوني في فيديوهات جديدة. سلام.